بوليزار بن حاج، ثم بوليزار يلعب مع بن حاج، لا في سوء تفاهم بين بوليزار وبن حاج، ولكن تدعي طاهر خطيرة، هذه كرة خطيرة من طاهر، طاهر طاهر طاهر، ونعيش يصير في الهدف الثالث، هدف الثالث لفريق مولودية الجزائر بعد هذا الخطأ في دفاع شباب الزاوية وسوء تفاهم بين بن حاج وبوليزار. طاهر فتح الله يستغل هذه الكرة ويمرر لنعيجي يسجل الهدف الثالث لمصلحة فريق مولودية الجزائر، هدف ثالث قاتل لمولودية الجزائر بعد مرور 78 دقيقة لعب. المولودية ثلاث أهداف، شباب الزاوية هدف واحد، والمولودية تتجه رويدا رويدا للتأهل إلى الدور الثمن النهائي لمنافسة السيدة الكأس.